تعال معلم اطلع معلم، اطلع بسلام، اطلع بدل ما اجيبك. خلاص ولا ايه؟ ايه ده؟ مفيش حاجة اتغيرت. ايه ده؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشيني جدا، واهلا بيكم في حلقة جديدة من محاكي اكل الشارع. قبل ما نبدأ عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك ويلا بينا. يا جدعان كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا المفروض هنروح نكلم نيرفا. انا مش عارف ايه اللي رجعها تاني المدينة، هي قالت لي اخر مرة ان هي ماشية وسايبة المدينة، فيلا بينا على طول ندور عليها ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا بس الاول نصبح العم باكسو. صباح الفل عم باكسو. ايه ده؟ الزباين لسه معفنة يا جدعان. ولا تنزل بعفنتك ليه؟ وفي يا جدعان والبخور خلص ولا ايه؟ اكيد كل حاجه خلصت يا جدعان، انا فحت عم باكسو من ساعتها في الشغل. في دبان تاني وانا مش شايف الدبان ليه؟ اهو الفضائيين الصغيرين هم اللي جايبين الدبان معاهم وجايين. خلونا كده نروح نشغل دبان عند الزباله، نشغل دبان، نشغل بخور عند الزباله، نشتري كده شويه بخور في السريع. الله، طب ما انا سايب بخور هنا اهو. طيب نرمي الشويه دولت بقى عادي يعني، مفيش مشكله، نزود معانا شويه هنا. طيب كده خلاص امننا الدبان. دلوقتي بقى عايزين نطمن على عم باكسو ونطمن على العربيه بتاعته. الغاز خلص والملح كمان خلص. خلونا كده نروح نجيب شويه غاز كمان. يا عم باكسو، في يا عم باكسو؟ انت خلصت مكونات على الصبح كده؟ المصاريف دي على الصبح؟ طيب خلونا ناخد الغاز ده ونروح نوديه له. هو انا اشتريت كتير كده ليه يا جدعان؟ طيب هو احنا كده كده الانبوبه بتاعتنا ما شاء الله بقى بتشيل كتير يعني. خد يا عم باكسو، خد يا باشا، اتفضل يا باشا. يا عم باكسو ايه الاخبار؟ كل حاجه عندك تمام؟ فاضل له بس ملح يا جدعان. خلونا كده نشتري شويه ملح من السوبر ماركت، اتوقع ان هو ده، بدل ما نروح هناك والزباين تطفش مننا. ارمي بس الصندوق ده في اي حته، انا كده كده مش محتاجه دلوقتي. اهو بدا عم باكسو يشتكي على الصبح. خد يا عم بسرعه، خد يا عم بسرعه قبل ما الزباين تمشي. ايه ده؟ هو انا خدت له فلفل؟ خد يا عم باكسو، خد يا باشا، انا عايزك تشتغل كده وتروق على الزباين. ناخد كمان شويه ملح بسرعه. فين الملح؟ فين الملح؟ ايوه هو ده. اتفضل يا عم باكسو، اتفضل يا باشا. بصوا بقى يا جدعان، بسم الله ما شاء الله عم باكسو بقى نشيط عن الاول. انا اشتريت له كتابين من الكتب اللي احنا لقيناها المره اللي فاتت. حلو، هو دلوقتي حاليا فاضل له كتابين بس، ويبقى كده خلاص قفلنا عم باكسو واشترينا له كل الكتب اللي هو محتاجها، يعني ملوش حجه بقى بعد كده خلاص يعني. بص يا عم باكسو، انا جبت لك كل الكتب اهو، النهارده ان شاء الله هجيب لك الكتابين الباقيين. عايزك بقى تروق على الزبائن كده، ومش عايز الزبون يطفش منك. صباح الفل يعني. بصوا يا جدعان، انا رتبت هنا الدنيا شويه، يا شويه طبعا. المحل التالت ده انا مش عارف اعمل فيه ايه، وبعدين كل ما ازود كمان كراسي هنا في المحلات، كراسي من الزبائن العاديه. تعالى ياه، تعالى ياه، اول مره اشوف فضائح حرامي. تعالى ياه، ده انت بتدفع 2 جنيه بس يعني، مش نازل من البيت معاك 2 جنيه تدفعهم؟ المكان ده بقى عايزين نبقى نظبطه، بس لسه مش دلوقتي برضه. والمره اللي فاتت برضه احنا كنا فتحنا المكان الغريب ده، والسحاره قالت لي ان في روح بتسكن المكان ده، وحد كان قال لي في الكومنتات ان انت عشان تطلع الروح اللي موجوده هنا لازم تقعد ترمي حاجات في البير من عند السحاره برضه. فاحنا النهارده ان شاء الله برضه هنطلع الروح اللي موجوده هنا في المكان ده، ونشوف هتعمل معانا ايه ولا هتقول لنا ايه بالظبط. المشكله ان انا كان نفسي هنا احط لي مثلا كرسيين على ترابيزه، اي حاجه يعني، نعمل اي جو في المكان ده، بس للاسف ما عنديش الاوبشن ده. طيب خلونا بقى دلوقتي نروح ندور على نيرفا الاول. احنا كده فاضل لنا شويه حاجات يا جدعان هنعملها هنا. عم باكسو كده تقريبا خلصنا كل حاجه يعني، فاضل لنا ان احنا عايزين نكبر العربيه مساحتها اكبر من كده. ممكن ندي واحده كده في الطريق واحنا ماشيين، مفيش مشكله عادي. يلا، انا مش عارف مساحتها بتكبر ولا لا. المفروض دلوقتي ان هي كانت بتشيل 1600، دلوقتي بقت بتشيل 1650. حلو، ناخد كمان واحده في الطريق. بسم الله ما شاء الله يا جدعان، يا عم باكسو جمع لي مليار 136 مليون و2280 اس بي. حلو، هو الحرامي سرق ايه؟ سرق انبوبه. تعالى ياه، تعالى ياه، هتعمل بيها ايه؟ هتعمل بيها يا حرامي؟ هلحقه يا جدعان، تعالى. الله، لحقته. تعالى ياه، ده انا دافع فيها دم قلبي دي. خلونا نرمي الانبوبه دي هنا. اتفاجئت ان الحرامي بيجي يسرق الحاجات من عند الراجل ده. يا اسطى مش تخلي بالك يا اسطى، هو انا الحاجات دي شاريها ببلاش؟ انا واخدها منك بفلوس يا عم. هو في ايه؟ هو الراجل ده قافل على نفسه ما بيطلعش من المكان ده خالص ولا ايه؟ خلونا نروح ندور على نيرفا يا رب بس اللي هي في حرامي تاني اهوت برضه ما حاسبش. هو في ايه يا جدعان؟ احنا فاضيين بقى على الصبح لان الحراميه ديت ولا ايه؟ طيب وفي حاجه هنا برضه يا جدعان، المفروض ان احنا بنجمع. ثواني كده، هو تقريبا واقف هنا ما بين البيتين دول. ايوه هو اللي لابس احمر ده، احنا بنجمع له اصحابه الميتين تقريبا. انا جمعتهم واتوقع كده يعني، عايزين نتاكد من الكلام ده، بس المفروض ان انا بقابله الساعه 12 ورا البيت، 12 بالليل. حلو، خلونا بس ندور على نيرفا. يا ترى هتكون واقفه فين يا جدعان؟ انت واقفه فين يا نيرفا؟ ايه اللي جابك هنا تاني اصلا؟ يا رب نلاقيها بسرعه. ايه ده، هي مستخبيه مني ولا ايه؟ هي ممكن تكون واقفه عندي عند البيت يا جدعان، حاجه غريبه جدا. ثواني كده بس نطمن على الملح. 174
الكفتة هتخلص دلوقتي. خلونا بقى نملى كده مكونات بسرعة برضه لعم باكسو. كله بقى تمام يا جدعان. حلو، فاضل بس الجبنة وشوية الملح دولت. خلونا كده نبص ورا هنا. البنت اللي هنا ديت قالت لي ان هي هتبيع حاجات اكتر من كده، لغايه دلوقتي ما حطتش حاجه جديده غير التلاته دول، حاجه غريبه جدا. وفي ايه وانت ما بتبيعيش الا الحاجات ديت؟ لو سمحت فين نيرفا؟ هي هتعرف منين يعني؟ ممكن تكون واقفه هنا. لا ايه ده؟ ممكن هنا مثلا يا جدعان؟ مفيش حد واقف هنا، وبعدين ايه اللي هيجيبها هنا اصلا؟ اكيد في الحديقه طبعا، اي حد بيجي جديد هنا بيجي هنا في الحديقه. ثواني كده ما نشوفها في الحمام، بتعمل حمام. بتعمل حمام مثلا يعني؟ اكيد مش هنا طبعا يعني. ايه ده يا جدعان، انا لفيت تقريبا المدينه كلها، هي فين؟ المفروض ان هي هتقابلني بالليل او بالنهار عادي جدا. طب انت واقفه فين قولي لي؟ طيب هنا في الحمام ده مفيش حد في الحمام ده، يمكن مستخبيه عند مستر اكس. غريبه جدا، مش لاقيها في اي مكان. طيب خلونا كده ناخد شويه ملح بس من عند مستر اكس. الزباين بتحب الملح زي عينيها بالظبط. بتاع ده بيخلص بسرعه جدا يا جدعان والله العظيم. والظاهر كده عم باكسو باكل منه ما بيقوليش. طيب ممكن تكون في اسم الشرطه مثلا يعني؟ السلام عليكم. طيب هو انا بخش هنا عند رياف عادي جدا. المفروض ان انا خدمت المدينه كتير، اي مكان اخش براحتي يعني. نخش هنا عند عمده المدينه. يا جدعان هي نيرفا فين؟ المفروض ده يا جدعان عمدة المدينة اللي ما يعرفش. العيل الصغير ده هو عمدة المدينة كلها. اوه ايه ده؟ ثواني كده، المفروض يا جدعان ان انا خدت كاسات هنا ما شاء الله. طب اخدها ازاي طيب؟ استنى كده نرمي الملح ده. ايه ده؟ ده لوحة الشرف بتاعتي تقريبا. المفروض ان انا بعمل المهمات ديت وبتظهر لي الكاسات دي هنا. غريبة جدا. بقى عندي هنا أربعة. كملت المهمات تقريبا. طيب نطلع بقى من المكان ده. بصراحة يا جدعان مش لاقي نيرفا في أي مكان خالص يعني. طب واقفة ورا السوبر ماركت ممكن؟ ما هو أي حد بيجي المدينة بيستخبى هنا في المكان ده. لو سمحت ما شفتيش نيرفا بعد إذنك؟ أدور عليها فين طيب؟ حاجة غريبة جدا. طب ندور هنا ورا؟ طب هي مستخبية من مين طيب؟ بصراحة يا جدعان مش عارف ألاقيها فين يعني. هي مش موجودة في أي مكان خالص. بصوا يا جدعان أنا لفيت المدينة كلها تقريبا وما لقيتهاش في أي مكان خالص. مش عارف هتكون فين يعني. طيب خلونا بس نحط الملح لعم باكسو. يا عم باكسو هو لسه برضه؟ هو انت باشا لسه الزباين بتهرب منك؟ وفي ايه يا عم؟ ما هو انت لو بتقرا في الكتب اللي انا بجيبها لك كنت زمانك دلوقتي بقيت برنس، انما انت للاسف ما بتقراش فيها. بصوا يا جدعان لسه بطيء برضه. هو في ايه؟ انا هحدثه اكتر من كده ولا اطوره اكتر من كده ازاي يعني؟ طيب خلونا كده نروح نشتري الكتابين اللي باقيين. شكله كده بيتلكك، عايز الكتابين الباقيين. اتوقع ان انا معايا شويه فلوس دلوقتي نقدر نشتريهم. معانا 2400 بسم الله ما شاء الله. هو بقى بيجمع لنا فلوس يا جدعان. خلونا كده نبص على التقييم. نزل شرطه بس. بصوا يا جدعان وانا بلعب في الكواليس يعني، التقييم ده نزل معايا لغايه هنا. وانا مش واخد بالي خالص. خلونا نروح عند مستر اكس نشتري بقيه الكتب يا جدعان. المفروض ان انا كنت اشتريت في الكواليس كتابين، فاضل لي بس الكتابين دول ويبقى كده خلاص قفلنا عم باكسو. طيب نشتري الكتاب ده دلوقتي، يمكن نحتاج عمله الاس بي بعدين. الكتاب ده ب 45 مليون و800 اس بي. خلونا نشتريه ماشي. وعندنا الكتاب ده ب 56 مليون و1500، انا معايا فلوسه. تيجي نشتريها يا جدعان؟ بس انا مش محتاج عم باكسو يشتغل وقت اطول، ده هو دلوقتي حاليا بيشتغل لغايه الساعه تقريبا 5 الفجر. اكتر من كده ايه يا باشا؟ ابقى طماع انا كده يعني. خلونا كده نروح نبص على عم باكسو، يا رب يكون قرق في الكتاب اللي انا اشتريته له دلوقتي ده. المفروض ان احنا دلوقتي جبنا الكتب خلاص لعم باكسو كلها. ايه ده يا جدعان؟ انا حاسه مش سريع قوي. لا ثواني يا جدعان، المفروض ان هو كان بيعمل وجبه واحده بس دلوقتي، ده ما شاء الله الزباين هي اللي مكسله تاخد الاكل يا جدعان. هو انتم مكسلين تاخدوا الاكل وفي الاخر تدونا تقييم وحش؟ بقى بيعمل اكتر من وجبه يا جدعان ما شاء الله. خلاص كده احنا خلاص، خلينا عم باكسو على اسرع حاجه. طيب عندنا ايه هنا تاني ممكن نطوره؟ ممكن نزود المساحه بتاعت الغاز في العربيه. لا ثواني بقى كده، احنا عايزين نطور العربيه لاخر حاجه، مش مهم الكتاب الاخير ده. تمام الله ينور. ايه ده؟ ده التطوير لسه ما خلصش يا جدعان. 255. طيب اللي هنا ايه؟ عندنا هنا نقدر نطور الترابيزه اللي جنب عم باكسو ب 2000 اس بي. انا مش عارف لازمتها ايه اصلا لما احنا بنطورها يعني، مش فاهم يعني. اتوقع كده يا جدعان ان هي بدات تشيل وجبات اكتر يعني. الترابيزه دي تقريبا اخرها 4 وجبات بس اهو، تقريبا ما تشيلش اكتر من كده يعني. احنا لو طورنا الترابيزه دي اكتر من كده تقريبا هتشيل 6 او 8 وجبات او حاجه زي كده يعني. المشكله ان انا مش معايا فلوس تكفي الكلام ده. طيب نكبر بقى مساحه العربيه. هو في ايه ده؟ ما بتخلصش يا جدعان. هي بقت بتشيل كام دلوقتي؟ 1900. الجبنه بدات تخلص والغاز بدا يخلص تاني. طيب ناخد بقى الحاجات دي كلها. خد يا عم باكس شويه غاز اهم. اتفضل يا باشا، مش عايزك تشتكي من حاجه بقى.
انت عرفتني بصراحة يعني. هو عايزين شوية جبنة كمان؟ طيب هو في مشكلة معانا دلوقتي يا جدعان، احنا ملقناش نيرفا، هتكون موجودة فين يعني بقى؟ أنا مش فاهم والله، مستخبية مني ليه طيب؟ حط كده شوية الجبنة دولة. اتفضل يا عم باكسو، اتفضل يا باشا. الله ينور، كده تقريبا ملينا العربية، طبعا الملح هيخلص. خلونا بقى دلوقتي نخش للساحرة يا جدعان، نجيب شوية حاجات من عندها ونرميها في البير ده. أنا معرفش بصراحة إيه اللي هيطلع لنا من البير ده، بس خلونا نشتري شوية حاجات كده. أنا مش عارف بصراحة أشتري إيه يعني، ممكن أشتري إيه أرميه مثلا، أشتري دي. تعالوا كده نشتري واحدة من كل الحاجات ديت ونجرب، يا رب بس تنفع. هنشتري كده أربعة، المفروض إن دي حاجات سحرية أصلا، والساحرة قالت لي المرة اللي فاتت إن المكان ده أو البير ده فيه روح معاه قوة سحرية بتعالج أي حد. حلو، خلونا بقى نرمي ونشوف اللي هيحصل. أنا مش شايف أي حاجة بتحصل يعني. إيه ده؟ الحاجة بتتبلع وخلاص. ثواني كده، نجرب. ارمي. إيه ده؟ أنا شايف إن مفيش حاجة حصلت يا جدعان. أمال إيه طيب؟ الظاهر كده إن المكان ده هيحتاج حاجات كتير قوي. طب نجرب دي كده. ماشي. بصراحة مش عارف الموضوع ده هينفع أصلا ولا لأ من الأساس يعني. الملح بدأ يخلص صح؟ في حرامي، أنا سامع صوت حرامي. إيه ده؟ خدها بقى، خدها، أنا مش عايزها بصراحة. خدها. تعالوا نجرب كده. إيه ده؟ ثواني يا جدعان، الشجر الصغير ده ما كانش موجود هنا على فكرة، أنا مش واخد بالي. هو إحنا بنغذيه؟ بجد؟ والله الشجر ده كان موجود، أنا والله ما فاكر حاجة الصراحة يعني. ايه ده؟ انا مش شايف في اي حاجه بتحصل هنا في المكان ده. خلونا نجرب كده نرمي كمان شويه حاجات نشوف هيحصل ايه. الظاهر كده ان انا هقفل العم باكس دلوقتي عشان التقييم ما ينزلش. ناخد برضو ديت وناخد برضو شويه من الحاجات ديت. الفلوس خلصت، خلونا نرمي الحاجات ديت هنا. هو في ايه؟ أنا مش شايف حاجة بتحصل خالص يا جدعان هنا، حاجة غريبة جدا. طيب نجيب شوية حاجات كمان نرميها، كنت حطيتهم على ترابيزة الزبائن استفدت منهم أحسن. اتنين من دولت ماشي. وأنا مش فاهم، هو أنا هقعد أرمي حاجات كده وخلاص يعني ولا إيه اللي هيحصل؟ أنا مش عارف والله. خد يا باشا، اتفضل يا باشا. أيوة أيوة. هو أنا مش شايف في أي حاجة بتحصل يا جدعان. طيب خلونا كده ناخد الماسك ده. بليك دكتور ماسك ده تقريبا ماسك تبع الدكتور. طيب اتوقع ان هو محتاج ده اصلا بما انه دكتور يعني وبيعالج وكده يعني، او روح بتعالج، فاكيد هتحتاج ده. خلونا بقى نشتري ده بس، انا مش هشتري بقيه الحاجه التانيه. نجرب كده، واحنا تقريبا بنكافئه يعني عشان عالج لنا المره اللي فاتت عم باكسو. حلو. ايه ده؟ ثواني، في خيط عنكبوت ظهر هنا يا جدعان اهو، حاجه غريبه جدا. ايه الخيط ده؟ ما كانش موجود على فكره. طيب هي كده تقريبا الروح بدات تطلع من المكان ده، انا مش عارف انا بعمله ده صح ولا غلط. طيب خلونا ناخد بقيه الحاجه ديت. اتوقع ان الماسك ده هو ده الحاجه الوحيده اللي هتنفع هنا في المكان ده. لا ثواني بقى كده نشوف عم باكسو. لا ثواني يا جدعان، خلونا نقفل بقى، كفايه كده على الزباين. هو كده حلو، احنا استرزقنا حلو النهارده، كفايه علينا كده. اتفضل يا باشا. ايوه. فاضل قد ايه طيب؟ هو مفيش وقت محدد للمكان ده. هو اللي انا شايفه ان في عنكبوت هنا ظهر. في حاجه تانية ولا اي حاجه؟ فلوس خلصت يا جدعان. 539 مليون، بادئ معاه مليار وشويه، خلصتها على الفاضي الفلوس كده. طيب خلونا ناخد الحاجات ديت. ايه ده؟ جود وورك، شغل كويس. ايه ده يا جدعان؟ صاحب اللعبه بعت لي اشعار بيقول لي شغال شغل كويس. طيب الله يكرمك يا سيدي. ايوه نجرب كده. مفيش اي حاجه حصلت برضه. طيب خلونا بقى نرمي شويه هنا كمان. الله ينور.
ايه ده؟ الظاهر عنكبوت هنا اهو برضو. اوه لا احنا كده تقريبا ماشيين صح يا جدعان. يا مسهل الحال يا رب. الملح بدأ يخلص وعندنا زباين كتير على فكرة. ثواني كده الاونلاين ماركت ما عادش فيه حاجة، لازم نروح نجيب ملح دلوقتي حالا. روقلي كده على بقية الزباين اللي موجود عشان هنقفل شوية حلوين. طيب خلونا نخش هنا نجيب شوية ماسكات بتاعت الدكتور ديت. يا جدعان الفلوس خلصت يا جدعان والله العظيم. طيب شوية حلوين اهمت، خلي برضو معانا شوية فلوس كده مش هننفضها على الآخر يعني. ما ناقصك يا عم، تعالى يا عم تعالى. الماسك راح فين؟ ايوه مش عارف ليه حاسس ان انا برمي هنا بلا هدف يعني، مش عارف ايه اللي احنا هنستفاده في الاخر. ايوه العنكبوت ما شاء الله بيكبر اهو، ظهر كده ان انا باكل البتاع الخيوط بتاعت العنكبوت دي. ايوه كده كده خلاص تقريبا عم باكس خلص والروبوت واقف مش شغال. روق يا سيدي، روق على الزباين يا سيدي. ثواني بقى كده. ايوه خد يا عم. اوه ايه ده؟ الحاجات دي اتغيرت على فكره، والعنكبوت ده ما كانش هنا برضه. ايه ده خلاص احنا قربنا تقريبا. تعالى تعالى الظهر كده هيطلع حاجه من هنا غريبه يا جدعان، فاضل لنا حاجات بسيطه ونطلع الكائن اللي موجود هنا ده. تعالى معلم اطلع، معلم اطلع بسلام، اطلع بدل ما اجيبك. هتطلع ولا لا؟ كفايه عليك كده بقى. لسه يا جدعان لسه شويه حلوين كمان لسه. انا مشيت الزباين يا جدعان عشان الروح لما تطلع ما تخوفش الزباين. ايوه اطلع يا معلم. الله ده لسه برضه مش عايز يطلع. انا خلصت الفلوس اصلا كلها اللي معايا كده خلاص يا جدعان. انا تقريبا شطبت بقى، معايا 12 مليون. انا فلست يا جدعان، انا اعلنت افلاسي بسبب الموضوع ده. طيب يا رب بس دلوقتي يكفوا ان شاء الله وما ارجعش اجمع فلوس تاني. ده معلم. اوه خلاص يا جدعان بدا يطلع اهو. ايه ده؟ ايه الشمعه اللي ظهرت دي؟ ده شمعه كلها دم يا جدعان. هو في ايه؟ هو الراجل ده مربي عنكبوت هنا ولا ايه؟ وبعدين ايه الدم ده؟ ده حاجه غريبه. عايزين نروح ننام في السريع. الساعه كام دلوقتي؟ لان انا بصراحه انا بخاف. يظهر لي الصبح احسن يعني. طيب خلونا كده بس نقدم الوقت بالمره، ساعتين ولا حاجه. حلو نقدمه كمان ساعتين. ايوه الله ينور كفايه كده. فاضل تقريبا 10 دقايق، ممكن نقدم كمان ساعه. المفروض الراجل اللي هنا ده هيختفي ويروح ورا البيت اهو. تمام وصل هناك ورا البيت. خلونا كده نشوف المهمه بتاعته خلصت ولا لا. احنا المفروض كنا بنجمع له اصحابه الميتين، هو بيدور عليهم يعني مش عايز يقعد لوحده يعني اهو. اوه خلصناها يا جدعان خلصناها. خلونا بقى نكلمه ونشوف هو محتاج ايه. بيقول لي شكرا. ايه ده؟ بيقول لي شكرا على الهديه. ايه ده؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه بالظبط يا عم؟ انت بتقطع كده ليه يا عم؟ بيقول لي شكرا وفي هديه ليك. ايه بقى الهديه؟ يعني انت فين بقى الهديه؟ اوه يا معفن. يعني انت سايب لي هديه وهتخلينا اشتريها كمان؟ يعني بعد ما جمعت لك اصحابك سايب لي هديه بفلوس؟ طب ازاي؟ هتبقى هديه ازاي يعني؟ طيب احنا تقريبا هنضيف وجبه جديده يا جدعان اسمها هورور باكسو او الكفته المرعبه. حلوه دي. طيب تقريبا احنا ضفناها كده للمنيو. مين بقى اللي هياكلها اصلا يعني؟ انا ما عنديش زباين ليها دي. اوه خلونا نبيعها كده. الله. طيب نروح ننام بقى دلوقتي بقى، كان انت اللي كنت هتجيب لي الكفته المرعبه. انا ما اعرفش الكلام ده. ثواني كده يا جدعان، المفروض ان الكفته المرعبه دي كان حد هياكلها عندي. اه الزومبي هما اللي هياكلوها. حلو. طيب خلونا كده نروح ننام بس الاول ونصحى بالنهار. انا مش عارف كل حياتي هنا في المدينه بالليل ليه. اتوقع ان عم باكسو دلوقتي رجع وفتح المحل تاني. طيب احنا تقريبا كده فاضل لنا حاجات بسيطه جدا ونطلع الروح اللي موجوده في البير ده.
هي ممكن تكون نيرفا هنا موجودة في البير، قاعدة جوه البير. الزومبي بيجوا من الساعة 3 للساعة 9. لا ثواني بقى، اقفل بقى دلوقتي، مش عايز حاجة دلوقتي. ارجع يلا انت اهو، يا ارجع يا، انا بمزاجي يا باشا افتح واقفل بمزاجي. طفشت الزباين كلها. طيب خلونا ناخد بقى بقية الماسكات ديت ونشوف ايه اللي هيطلع لنا من البير ده. ايه ده؟ ما كانش كده والله. الزرع اللي حواليه كبر. هو انت عشان تطلع لازم اصرف عليك مليار؟ ايه يا عم؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو مش عايز يطلع ليه؟ هو انت خايف؟ طب ما انا كده محتاج فلوس على فكره. بقى معايا 4 مليون بس، معانا شويه ماسكات يا رب ان شاء الله يطلعوا الكائن الغريب اللي هنا ده. خد يا معلم. انا بدات اخاف على فكره. خايف وانا برمي كده يقوم طالع لي في وشي فجاه يا جدعان والله العظيم. استنى بقى واحده واحده، ما ينفعش ارمي من بعيد. طيب خلاص يا جدعان احنا قربنا اهو، يا رب دولت بس يكفوا يا رب يا رب. انا حدفت له كل الفلوس اللي معايا يا جدعان. خد يا معلم من بعيد بقى، من بعيد ثواني كده. مفيش حاجة اتغيرت من ساعتها على فكرة، أنا بدأت أقلق. عم باكسو بقول لك إيه، اشتغل هات لي شوية فلوس يا عم. ثواني كده نحط في المنيو الأكلة الغالية اللي هي ب 400,000 دي. ما عادش معايا فلوس للأسف. هما دمت اللي معايا دلوقتي. أنا محتاج أشتري أكل دلوقتي لعم باكسو، أصلاً مش هلاقي فلوس. هيجي يضربني دلوقتي بسبب الفلوس اللي أنا خلصتها دي. أيوه. طب وبعدين يا جدعان؟ آخد البطة دي أرميها طيب؟ مش عارف. أعمل إيه طيب؟ ثواني كده ناخد البطة دي نرميها. لا مش مكفاية، كبيرة قوي المكان ده. لا هو هي معترضة ليه طيب؟ ايوه كده الله ينور. ناخد البطة دي كمان، بصراحة البط ده انا مش عايزه بقى هنا خلاص. معلش بقى انا اسف اهو. ايه ده؟ الصوت اتغير على فكرة يا جدعان. ايوه البطة بتنفع على فكرة، انما البط الصغير ده مش نافع، مش عاجبه تقريبا. طيب احنا معانا كام دلوقتي؟ معانا 4,875,000. مفيش اي حاجة هنا ممكن اخدها اروح ابيعها؟ بقيت مفلس يا جدعان والله. اخد القنابل ده اروح ابيعها. طب ثواني كده، ناخد القنابل ديت والحاجات ديت اروح ابيعها كده كحاجات مستعملة، يمكن ربنا يسهل وتجيب لنا اي فلوس. ايوه هو في ايه؟ يا زبانة معفنة، قلت لكم كذا مرة بالراحة على الكراسي، الكراسي عليها أقساط لسه منسدد فيها. إيه ده الصوت ده؟ طب ثواني كده نرمي القنبلة يا جدعان بدل ما نروح نبيعها. لا مش نافعة مش نافعة. بيقول لي لا أنا معترض. طب دي ثواني كده، دي تنفع؟ يا خراب السود، راحت فين؟ كبيرة دي برضو، برضو مش نافعة مش نافعة معاه، مش هتاكل معاه الحاجات دي. خلونا نروح كده نبيع الكلام ده كله. اهم حاجة بس جمعنا كام؟ 5 مليون؟ لا شد حيلك يا عم باكسو بالله عليك، ده الواحدة ب 6 مليون. ماشي. بقى معانا كام بقى؟ 5,453,000. طيب أنا الظاهر كده محتاج إن أنا أجمع فلوس كمان يعني. خلونا كده ناخد الحاجات ديت نبيعها برضو بالمرة. يا رب بس تدينا مبلغ حلو فيها، تشتري الحاجات برخيص قوي وترجع تبيعها بالغالي. خد. أيوه أهو. ادت لنا كام بقى في شويه الخرابه دول؟ 9 بقى معايا 9 مليون ما شاء الله. كويس والله. دلوقتي اقدر اشتري كمان واحده تقريبا. ثواني كده ناخد انبوبه من ديت. لا بس انا ممكن احتاج انابيب دلوقتي وما الاقيش فلوس اشتري. خد يا معلم. طيب نشتري كمان واحده يا جدعان، ما فيش مشكله. ايه ده؟ تعالى يا تعالى يا تعالى. اشتريت واحده بس. بتقول لي مفيش فلوس يا حبيب قلبي. طب اما انا حبيب قلبك ما تبيعي لي ببلاش يعني، وانت لازم تدفعيني فلوس. للاسف يا جدعان انا نزلت ل 3 مليون، محتاج ان انا اجمع لي شويه فلوس دلوقتي حالا عشان نشتري شويه حاجات كمان. مش عارف عم باكس هيخف بقى معانا ولا لا. طيب هو في حاجه دلوقتي يا جدعان؟ عايزين نروح نجيب شويه شوربه حلوين كده لعم باكسو نعملهم على الصبح كده عشان يعرف يشتغل. يا رب بس اعرف اجيب ال ايه ده؟ طب في مشكله دلوقتي،
انا معرفش اخش المكان بتاع الاركيد اصلا. طب ثانيه كده، انا كنت رامي شويه حاجات هنا قدام المكان بتاع التبديل ده. يا رب بس تنفع. ده ايه بقى؟ جزر، كيوي، وايه تاني؟ ما عادش فيه اي حاجه خالص. وفي ليمونه هنا، عايزين طبق جزر. وايه ده؟ ده فجل ده ولا ايه؟ ولا بصل ده ولا ايه؟ طيب للاسف مش هنعرف نعمل شويه شوربه لعم باكسو يفطر بيهم كده. لازم كنا نخش بالليل الاركيد. طيب روح اجمع لي شويه فلوس كده يا جدعان وارجع لكم تاني على طول. 2000 years later. طب يا جدعان ربنا كرمنا بشويه فلوس، خلونا بقى نروح نشتري ماسكات تانيه ونرميها كده في البلاعه اللي هناك دي. هو المفروض اصلا ان انا معايا 300 مليون بس و1500 اس بي، انا مش عارف هيكفوا ولا لا الصراحه. خلونا بقى نشتري شويه صغيرين يا رب بس يكفوا. تقريبا كده البير ده محتاج كمان يعني مثلا ممكن التمانية دول. طبعا انا بهبد دلوقتي يعني صراحه، انا مش عارف هو محتاج قد ايه يعني. خلونا نجرب تاني، المهم ان في حاجه هنا بتتغير. ايوه يا رب يا رب يا مسهل الحال يا رب. ايه خلاص كفايه بقى، هو في ايه؟ طب خدني انا مش مهم عادي. يلا 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 واطلع انت كمل. طيب مع عم باكسو. لا اله الا الله، في ايه يا جدعان؟ ده لسه محتاج كتير قوي. طب وبعدين؟ المشكله ان هو مش كاتب عدد، يعني انا هقعد ارمي كده وخلاص، هقعد ارمي فلوس على الارض كده. معلش يا عم باكسو انا اسف والله، الفلوس اللي انت عمال تجمعها لي عمال اصرفها على الارض. معلش بقى. وبعدين يا باشا ما انا عالجتك الحلقه اللي فاتت يعني، فعادي يعني مفيش مشكله. اهم حاجه بس نشوف الروح اللي هنا ديت، اكيد هتدينا حاجه طبعا يعني، اكيد بعد كل ده اكيد مش هطلع منها ببلاش يعني، لازم اكيد هتدينا حاجه. خلاص ولا ايه؟ ايه ده؟ مفيش حاجه اتغيرت. ايه ده؟ يما لا اله الا الله، انا لقيت نفسي واقف على الهوا يا جدعان، اتخضيت والله العظيم. ده شبح والله العظيم، شبح جوست. طيب نرمي له بقى بقيه الحاجه ديت. حلو، انا كده كده مش محتاجها. السلام عليكم، ازيك يا شبح؟ ايه ده يا جدعان؟ هو ايه في ايه؟ وحد ضربك في دماغك ولا ايه في ايه؟ وشك كله دم كده ليه؟ في ايه يا ابني؟ اول مره اشوف شبح لابس جلابيه. خلونا كده نكلمه نشوف هو محتاج ايه. يا رب بس يديني حاجه قصاد الفلوس اللي انا دفعتها دي كلها. ايه يا عم خضتني يا عم، في ايه؟ انت بتطلع لي فجاه ليه كده؟ طيب الحمد لله الزبائن ما اتخضتش يا جدعان منه، انا بتعامل معاه هنا. طيب خلونا كده نكلمه نشوف هو محتاج ايه. يا مسهل الحال يا رب. بيقول لي شكرا. هو شكرا على ايه بقى؟ انا مش فاهم يعني. بيقول لي شكرا عشان انت طلعتني من البير ده، تقريبا كان ساكن البير او الروح دي كانت ساكنه البير مش عارفه تطلع. وبيقول لي شكرا على كل العروض اللي انت قدمتها لي. هو انت مين يا عم؟ وشكرا ان انت هربتني من السلاسل. كل دي رساله شكر؟ فلوس بقى، انا عايز فلوس يعني، اديني فلوس. طيب وبعدين انت يعني المفروض ان انت طلعت خلاص بقى، هات لي فلوس. طيب في ايه؟ معكش اي حاجه؟ طيب بيقول لي انا الروح اللي كانت محصوره في البير ده. ايه يا اسطى، انت عايز تخش الحمام ولا ايه؟ في ايه؟ بيقول ان الهاله اللي في البير ده كانت قويه جدا عليا فعشان كده شدتني. تقريبا دي كانت روح حد عايش يا جدعان تقريبا. فبيقول ان في النهايه الموضوع ده خلاني اموت. بيقول ان انا مش فاكر اي حاجه عن حياتي القديمه اللي انا مريت بيها يعني. وبيقول الحاجه الوحيده اللي هو فاكرها ان هو كان دايما عايش جنب الاركيد. ايه ده يا جدعان؟ هو ده الراجل اللي احنا جبنا له اصحابه الميتين؟ بيقول انا فاكر ان انا كنت دكتور، واخر حاجه يعني اتذكرها الحمام اللي في الحديقه. بيقول انا عايز اعرف ايه اللي حصل لي، وعايز ادور على حد او محقق خارق يعني عشان يساعدني في الموضوع ده. بيقول لي تاني انا بشكرك جدا على اللي انت عملته معايا وجود باي وماشي. هو انت هو راح فين؟ خلاص كده يا جدعان، انا ما فهمتش حاجه منه على فكره. بس هو بيقول ان هو كان دايما جنب الحمام اللي في الحديقه يا جدعان. حاجه غريبه جدا، انا مش فاهم حاجه. طيب في حد هنكلمه دلوقتي؟ ايه ده؟ هي دي نيرفا يا جدعان؟ هو دلوقتي ما عادش في حد للاسف نكلمه خالص يعني. طيب انا معايا شويه فلوس دلوقتي، خلونا نروح نطور العربيه بتاعتنا، نخلي مساحتها اكبر من كده. المفروض التطوير اللي بعد كده 37 مليون و500 الف. طبعا عم باكسو دلوقتي بيشتكي. ايه ده، انا طورته وانا ماشي واحده تطويره. اه عايز ملح، ثواني كده نشوف في الاستوك اي حاجه بسرعه. هات لي دوله بسرعه قبل ما الزبائن تمشي. ايه ده، الزبائن عماله تدفع دلوقتي. مش عايز التقييم ينزل تاني بالله عليك. خد عم باكسو، خد يا باشا. في زبون جري هناك اهوت، وفي حرامي داخل علينا برضه.
طيب خلونا كده ناخد بقى شويه الملح اللي باقيين هنا نحطهم لعم باكسو لغايه لما نروح نجيب من مستر اكس. لا مش عايز مشروبات، هات لي الملح ده. حلو، فين بقيه الملح يا جدعان بسرعه؟ ايوه في واحده هنا اهي يا عم. مش عايز دي؟ ايوه تمام كده خدنا اتنين. في حاجه هنا تاني ولا خلاص كده؟ تقريبا انا شطبت هنا يا جدعان. محتاج دلوقتي ان انا اروح اجيب من مستر اكس ضروري جدا دلوقتي عشان عم باكسو ما يعطلش، يا اما اقفل المحل وخلاص كده. تقريبا خلاص يا جدعان، خلونا بقى نطور كمان تطويره العربيه ب 300 اس بي كده خلاص اتوقع. ايه ده ما شاء الله، ده بقت زي القطر. كل دي عربيه؟ طب هيشيلها ازاي يا جدعان؟ وعم باكسو هيشيل العربيه دي كلها ازاي؟ ده عايز لها ثلاثه عم باكسو عشان يشيلوها. وبعدين فين الغاز؟ والغاز راح فين؟ حاجه غريبه. هو درى الانبوبه جوه في الدولاب اللي تحت ده، حاجه غريبه. هي بقت بتشيل كام دلوقتي؟ بقت بتشيل 2000. حلو، طيب خلونا كده نشوف تطوير هنا في المكان ده كمان، نطور كمان الغاز مساحته. ماشي، اتوقع كده مكسنا العربيه خالص يا جدعان، ما عادش فيه اي تطوير نقدر نعمله في العربيه. الله، ده الانبوبه رجعت تاني وحاسس ان هي بقت كبيره شويه كده. الله، لا حلو والله ما شاء الله. عارفين يا جدعان اللي بيبقى فاتح مطعم كبده وسجق عند محطه القطر؟ هو ده بالظبط والله. عربيه كبده وسجق فعلا. دلوقتي اظن ما عادش فيه اي حاجه نعملها، فاضل تقريبا الحاجات بتاعتنا اللي في البيت ان شاء الله هنعملها الحلقه الجايه، وفاضل برضو الترابيزه دي مش عارف لغايه دلوقتي هستفاد منها ايه الصراحه لما اطورها يعني. طيب خلونا كده نروح للحديقه كده يا جدعان نبص عليها. هو الكائن الغريب اللي طلع لي ده قال لي ان انا دايما ببقى واقف جنب الحديقه او جنب الحمامات اللي عند الحديقه، فاتوقع ان ممكن يكون حد واقف هناك دلوقتي ولا كده خلاص يعني. هو احنا تقريبا خلصنا اللعبه؟ معقوله تقريبا كده يا جدعان احنا مكسنا اللعبه، مفيش حد واقف. وفي يا جدعان هي نيرفا اتقتلت بجد والله؟ يا الروح اللي طلعت ديت كانت نيرفا تقريبا، احنا كنا بندور عليها في الاول مش لاقيينها لغايه لما طلعنا الروح اللي طلع، الروح اللي موجوده في البير دي، فاختفت دلوقتي نيرفا من عندي. فاتوقع تقريبا ان نيرفا اتقتلت، فاتوقع تقريبا ان احنا بعد كده ممكن نجيب لها حقها، بس اكيد مش هنا، اكيد في المدينه الثانيه اللي هي المدينه الخارقه. تقريبا ما عادش في حاجه ممكن نعملها تاني. ان شاء الله الحلقه الجايه يا جدعان نظبط بقى المحل التالت ده ونظبط البيت بتاعنا، ولو حد عارف سر هنا في المدينه يعني حاجه نقدر نعملها تاني انا ما عملتهاش قبل كده يقول لي تحت في الكومنتات. ويا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، واشوفكم على خير في حلقه جديده باذن الله. السلام عليكم.